أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الإطلالة اليومية الصباحية من نافذة غرفة الأخبار، نتناول فيها موضوع يهم الشباب في هذا الصباح. إذن بعد استقرار إلى حد ما الوضع الوبائي والصحي وتسجيل انخفاض في عدد الإصابات، وهذه الأريحية التي تأتينا من كل مستشفيات الوطن تتحدث على أن الوضع أصبح متحكم فيه، وكذلك من بعض الإجراءات التي تتخذها الوزارة الأولى من يوم لآخر، وهي محاولة عودة عجلة الدوران إلى الحياة الطبيعية في شتى المجالات. اليوم سيكون الموعد مع دور الشباب والمراكز الثقافية التي يأوي إليها الشباب في وقت فراغهم للترفيه، للتسلية، للثقافة العلمية ومختلف التزود بالمعارف. إذن دور الشباب اليوم ستعود إلى الدوران وفق بروتوكول صحي، وإن كان ليست كل مناطق الوطن فيها هذه دور الشباب، وإن كانت على قلتها. سنتحدث اليوم عن دور الشباب، عن دورها في التوعية والتثقيف، وكذلك يعني اهتمام الشباب في وقت الفراغ، ولما لا مساعدتهم على إنجاز أبحاثهم المختلفة، اندماجهم في المجتمع بشكل إيجابي. سنتحدث عن دور الشباب في ظل الجائحة وما تكبدته ربما من خسائر ليست بالضرورة مادية، لأن الخسارة المعنوية ذلك الفراغ النفسي الذي ربما عناه بعض الشباب في بعض ولايات الوطن سيكون مؤثر إلى حد كبير، ولكن لا يمكن أن نتجاهل عن بالنسبة للوضعية الصحية وفق البروتوكول الصحي إلى أي مدى يمكن أن تلتزم هذه دور الشباب والمراكز الثقافية بالبروتوكول الصحي الذي أعدته الوزارة الأولى بالتنسيق مع الوزارة الوصية. ستكون العينة اليوم هنا من العاصمة بالضبط من ولاية فايت، حيث ينضم إلينا أروينة عبد المطلب وهو مدير مركز تطوير الأنشطة العلمية بدار الشباب بولاية فايت 2. صباح الخير سيدي الكريم. إذن صباح الخير سيدي، سعيد جدا اليوم ربما باستضافة الإعلامية مما قد يعطي للحدث زخمه الخاص وربما يعطيه الأهمية التي قد تصل للشباب. اليوم الانقطاع في أوقات الفراغ صراحة وشفت تأثير أوقات الفراغ على الشباب خلال الجائحة كان كبيرا جدا. اغتنمت الفرصة العديد من الولايات لإنجاز ما يسمى بدار الشباب الافتراضية على مستوى سيد الكريم الاجتماعي. لو سمحت أروينا عبد المطلب، التي أدت قبل أن نبدأ في هذا النقاش دعني أبارك لكم هذه العودة الميمونة للنشاط، قبل أن نتحدث عن ماذا فعلتموه وماذا ستفعلونه خلال الفترة المقبلة، نتحدث اليوم عن هذا الافتتاح. في أي ظروف يأتي هذا الافتتاح؟ هل تم احترام البروتوكول الصحي؟ أعطينا تلك التفاصيل. طبيعة الحال على كل حال راح نقول البروتوكول الصحي الذي ربما رسلتنا به الوزارة الوصية على مستوى مديريات شباب وكذلك اللجنة الطبية تحت رعاية بطبيعة الحال اللجنة الطبية الوطنية. هذا البروتوكول فيه مجموعة من النقاط مهمة جدا، وهو ربما قد نتشارك فيه مع العديد من المؤسسات الدولة في الأداء منذ بداية النشاط ولا انطلاق النشاط. إذن أول شيء ربما ببساطة هو لبس الكمامة، معناها الشرط الأساسي هو الكمامة تكون داخل المؤسسة منذ الدخول حتى الخروج من المؤسسة. احنا بحكم أننا ننشط في مجال علاقتنا المباشرة مع الشباب ومع الأطفال نستطيع أن نراقب ذلك عن قرب من خلال نظافتها وتكون صحية وتكون طبية وتكون كذا. غسل اليدين بالتقريب في البروتوكول، هذا ما ورد الملخص العام، أنا موجود على كل حال، تجدوه في صفحات الوزارة، تجدوه في صفحات المؤسسات، تجده في كل مكان. على كل حال البروتوكول عندنا شرط واحد فقط، أنه تباعد داخل قاعات النشاط، وإحنا ما يخفى لكمش أن النشاط نقوم به داخل ورشات تحتوي عادة على 10 إلى 12 إن شاب ولا طفل. اليوم ربما سنقلص العدد على حساب وضعية القاعات. فيه في البروتوكول كذلك عدم سماح لفتح القاعات الرياضية لأنه فيه حركات رياضية وتنفس كذا، وفيه عدم سماح كذلك القاعات اللي موجودة في الطابق التحت الأرضي، هذه اللي فيها التهوئة تهوية ضعيفة جدا، دونك لا نسمح، ربما الوزارة لم تسمح بفتح هكذا مؤسسات، لكن المؤسسات اللي مفتوحة وفيها نوافذ وفيها كذا مسموح لها بالفتح المباشر. سيد عبد المطلب، هذا التباعد،
سيد عبد المطلب، إذن اتفقنا على هذا البروتوكول الصحي الذي سيطبق. نتحدث اليوم عن هذه النشطة. ربما هناك ما يقال عن دور الشباب، عن هذه المراكز الثقافية، عن دور التسلية إلى غير ذلك. ينظر إليها على أنها لا تستقطب الشباب من جهة، وإذا استقطبتهم لا تعطيهم الفائدة المرجوة. أنتم كعينة اليوم، خليني نستفيد منك ويستفيد المشاهد الكريم، ماذا كنتم تقدمون للشباب قبل الجائحة؟ أحسنت سيدي الفاضل، وهذا سؤال مهم جدا. اليوم نقول الهمة معناها هي الدافع الرئيسي، همة الناس المشرفين، همة الجمعيات المحيطة بالمؤسسة، همة الساكنة، همة كذا، هي التي تعطي الدافع للمؤسسة. اليوم احنا كعينة راح نقول لسنا الأفضل، لكن نحاول دوما أن نكون الأفضل من خلال ما نقدمه من أنشطة ترتكز أساسا على العلم والمعرفة، لأننا مركز تاع تنشيط علمي وترفيه علمي. فيه مجموعة الأنشطة اللي قدمناها قبل الجائحة خلال عامين الآن منذ نشأة المؤسسة بطابع علمي. فيه أنشطة عديدة في المجالات العلمية المتقدمة، في الروبوتيك، في الإعلام الآلي، في الحساب الذهني، في سميناه الرياضيات المسلية، سمينا الجيولوجيا المسلية، سمينا اللغات الإنجليزية ولغات عديدة، التربية البيئية، علم الفلك، معناه العديد من الأنشطة اللي موجودة بالتقريب حوالي 12 نشاط داخل المؤسسة، بالإضافة إلى وجود انكيوباتور معنا حاضنة للمشاريع العلمية للشباب، وأدت دور إيجابي خلال السنة الأولى صراحة، جلب الشباب ولا دفعهم إلى وتمويل مشاريعهم العلمية، طلبة الجامعيين، الشباب المهيكل، غير مهيكل، معناه هذا تغيير الألوان، التركيبة العامة للمركز، راح نقول لك تكوين المواطنين تاع المركز، تكوين هذا الدائم المستمر هو السبب الرئيسي في جلب وجذب الشباب. سيد عبد المطلب، اليوم طبيعة الحال العزوف، أنا نتكلم عن العزوف. قبل ما نتكلم عن العزوف سيدي الكريم، ونتمنى أن تكونوا عامرة إن شاء الله، ربما كذلك لما نفصل في موضوع الذين يتوافدون على هذه المراكز العلمية، لو تفصل لنا بالأجناس في العمر وكذلك في طبيعة الذين يقصدون هذه المراكز، تفضل. بوركت، إذن الأجناس الجنسين، الأعمار راح نقول من بداية التمدرس 8 سنوات 9 سنوات، يسمى الإيقاظ العلمي أو أنشطة الإيقاظ بصفة عامة في مؤسسات أخرى، ثم يأتي 12 سنة حتى 15-16 ما قبل المراهقة، ولا بالتقريب السن اللي راح يخرج من الطفولة للشباب حتى 18 سنة، مجموعة الأنشطة العلمية في كل الاختصاصات. ثم يأتي السن ما بعد 18، معناه الجامعيين ربما وكبار السن وكذا، يجدون ظالتهم في كل الأنشطة، ويبدأ الميل إلى الأنشطة الترفيهية أكثر في سن متقدمة، مثلا كعلم الفلك والإعلام الآلي، في حتى العمال، فيه الموظفين الذين يريدون تكوينا بسيطا في الإعلام الآلي مثلا، أو في اللغات، في الإنجليزية مثلا. إذن هذا مفتوح، راح نقول لك الأجناس ذكور وإناث، مفتوح للسن من 7 سنوات 8 سنوات حتى لسن 80 سنة، وفيه احنا عندنا منخرطين حتى في هذا السن. فيه الانخراط هذا البعيد، صديق المؤسسة الذي يأتي من أجل معرض، الذي يأتي من أجل زيارة المركز اللي يولي متحف خلال الأسبوع، فيه زيارة الأفواج، فيه كذا، معناه فيه العديد من الأنشطة التي تدفع أو يجد رغبته كل فرد من أفراد المجتمع، صغيرا كبيرا ذكرا أو أنثى. سيد عبد المطلب، تعرف وربما تقاسمني وتشاطرني الرأي إلى ربما أبعد حد، أنه ربما الأولياء في معظمهم، ولم نقول الكل، يهتمون بغذاء البطن بعيدا عن غذاء العقل. يعني ربما يقول لك يدوبك نوفر غذاء وفطور الطفل نتاعي والابن نتاعي باش يتربى يعني وتكوين جسدي تاعه قوي، ولكن بالمقابل لا يسهر على الجانب العلمي، جانب التثقيفي الترفيهي. وانت تتحدث عن المشاركه، هذا ما دعاني الى طرح سؤال، هل ربما عندكم براعم او عندكم شباب او اشبال او شبلات شاركوا في هكذا معارض او انجازات او يعني مسابقات علميه ونالوا جوائز؟ بشكل ابداعي وإثارة تلك راح نقول البذره، بذره المعرفه، إثارتها في كل مره زرعتها، وإثارتها
دورنا داخل المؤسسة ونجده في كل لحظة. شغف الأطفال بالعلم والمعرفة حتى نغير نظرة الناس، ربما شغف الطفل بالعلم والمعرفة ولا بالتجربة العلمية اللي فيها نوع من الإثارة واللعبة والانبهار، ويحدث ما لا يتوقع علميا فلسفيا أو منطقيا، قد يجيب الطفل أنه يحدث كذا، لكن في التجارب العلمية يحدث على خلاف ما يرى. في هذا في هذه النتائج يجد الطفل ما يسمى بتساؤل حب الاكتشاف، وهنا تقع إثارة الأطفال ودفعهم للمعرفة. طبعا الحل موجود، احنا شوف موجود الإبداع في أولمبياد العلوم، في المعارض، في اللقاءات، في خلينا نتكلم على المستوى الوطني، في حتى إبداعات في جمعيات على المستوى الوطني، إبداعات جميلة جدا. ولاية الجنوب تبدع في هذه الأثناء بواحد الطريقة رهيبة جدا. راح نقول لكم نفتح المجال فقط، اليوم فيه خير كبير في الشباب على الجائحة، كانت فرصة لتحريك الشباب في اتجاه آخر، لأنه ما كانوا شيء يتمدرسوا، إذا اكتشفوا طاقات في أشياء أخرى. سيد عبد المطلب، لو سمحت، كنت ممنهج الحوار الذي يدور بيني وبينك وفق نمط زمني، لا نقول منهجية تاريخية لأن هذا ممكن في البحوث الأكاديمية، ولكن في الحوارات ممكن نقول عن طريق تايمينج. كنا نتحدث قبلا ما بعد الجائحة، وهذا التدخل تاعك خلاني نروح مباشرة إلى وسط الجائحة، وأعطيك المجال لتشرح كثيرا. ماذا قدمت دور الشباب، أو بالنسبة لكم أنتم هذا المركز لتطوير الأنشطة العلمية، ماذا حقق من إنجازات في وقت الجائحة؟ تفضل. صراحة نحن واكبنا الجائحة بطريقة جيدة جدا. في دار الشباب الافتراضية عملنا على مجموعة برامج، مثلا دقيقة للبيئة، مثلا مجموعة التجارب العلمية، وكانت افتراضية لأن كان فيه التباعد. لما تتاح الفرصة للقاء هكذا نلتقي بتباعد نوع ما، لكن معارض فيرتويال معناه في على مستوى دار الشباب الافتراضية في كل ولايات، وأنا أتكلم على العاصمة لأن أنا في العاصمة مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، كانت عندها دار الشباب الافتراضية لولاية الجزائر للمديرية، معناها قامت بعمل جبار في الأنشطة، في المسابقات، في كل المؤسسات اللي موجودة على مستوى الولاية شاركت، وكان فيه إثارة للجذب، كانت عامل لجذب الأطفال لهذه المؤسسات وتعريفهم بها ببساطة، لأنه العمل كان في البيت، كان الطفل متخوف مثلا أنه يروح لدار الشباب لأنه عنده نظرة عليها، لما يشوف الصفحة الافتراضية راح يكتشف أشياء جميلة، مسابقة تهمه يشارك فيها، يفوز، يجب أن يحصل على الهدية، وصلوها له بالسيارة الهدية حتى البيت تاعه. إذن هذه الأشياء خلات الأطفال يقتربون أكثر من هذه المؤسسات، وكانت صراحة سنة طيبة. ربما نفكر في الموازات إن شاء الله بعد انطلاق الأنشطة، أنه كل الأنشطة تنقل على مستوى دار الشباب الافتراضية، سيد عبد المطلب، لأنها ستساهم حتما، ربما مش كل الناس. سيد عبد المطلب، عذرا عن المقاطعة. نعم. تعرف أنه فيه نظريات وأدبيات كثيرة، مثلا يقول لك الحاجة أم الاختراع، ويقول لك المصاعب محك الرجال. صحيح. هذه النظريات ربما في الواقع تصطدم بواقع ميداني. نتحدث عن الدعم المالي لأنه مهم جدا، حتى أي بحث علمي لابد أن يكون له فون، يكون يعني عنده مال دفع هو اللي يخليه يبرز ذلك. هل أنتم عندكم مورد مالي يسمح لكم بتطوير هذه الأنشطة، أو أنه كما يقال يعني البيرو غطاه؟ لا، أحسنت، سنتكلم بكل صراحة وبكل وضوح. أول مؤسسة يسند لها التسيير الكلي لرابطة علمية، معناها فكرة الجمعيات، هذا الإسناد يعمل عليه وزير شباب الرياضة وتعمل عليه الوزارة حاليا بقوة. فيه اعتراض نوعا ما، تسيير المؤسسات من طرف شباب، تسيير المؤسسات من طرف جمعيات، فيه واحد الاعتراض، لكن نقول أنا لا خوف ببساطة، لأن الجمعيات هذه والمؤسسات هذه تحت مراقبة وأعين الوزارة، وتحت مراقبة إطارات الشبيبة والرياضة، معناه أن المراقب الرئيسي هو الوزارة ولا المؤسسة المديرية، معناه الإطار الإداري والقانوني لهذه المؤسسات. التسيير أو البرمجة أو المشاريع أو ما يحدث داخل المؤسسة يمكن أن يسند للجمعية، والجمعية طبعاً الحال في حي، والناس ماذا بها الحي تحيبان، ماذا بها جمعية تبان. الإسناد هذا الكلي تابع للرابطة. اليوم دعم الرابطات على مستوى ولاية الجزائر من أحسن دعم على مستوى الوطني، دعم لا بأس به، صالح لأن يكون بقيمة المؤسسة. اليوم مؤسسة مقتنياتها عدا بعض الأشياء مقتنياتها كلها، برامجها كلها، بدعم
من مديرية الشباب والرياضة تصب أموالها في رابطة الشباب العلمية للهوات. سيد معناه صراحة تسيير سلس مرن اللي نتمناه في كل ولاية. أنا أريد أن يعني أسرع في الأسئلة حتى أستفيد منك، لأن ملتزمين بإطار زمني وقتي كما قلنا في المنهج السابق. ربما أنتم خزنكم الذين تعتمدون عليه في تطوير هذه الأنشطة العلمية سيكون يعني ليس يعني محل خلاف أو شك أنه المؤسسات التعليمية. سيد عبد المطلب، هل لكم علاقة تعاون وشراكة بين مؤسسات تعليمية من الأطوار الأولى ابتدائي متوسط إلى الثانوي، إضافة إلى الحضانة ودور الأطفال، لأنه يعني النساء العاملات في البيت المشكلة هنا في العاصمة وفي المدن الكبرى أنه كيف توضع ابنها في دور الحضانة بدل أن تديه إلى دور الحضانة؟ هل أنتم كأنشطة علمية تستقطبون هذه الفئة العمرية الصغيرة، يعني خلينا نقول تقريب 4 سنوات وخمسة؟ شوف صعب، كانت تجربة رائدة على كل حال، وكانت عندنا تجربة كذلك احنا يسمى الإيقاظ العلمي، معناها البريسكولار أو ما قبل التمدرس موجود في المؤسسات الشبانية قديما، لكن حدثت بعض المشاكل خلات دار الشباب تفقد الهدف الذي أنشئت من أجله، معناه ولات دار حضانة، وحرمنا دور الحضانة الخاصة، الكراش بريفي حرمناهم، معناه عدنا نشتغل بقيمة مالية ضعيفة جدا قبل هذه نحكي قبل سنوات عامين أو ثلاثة، وحرمنا كذلك المؤسسات تاع الدولة البريسكو، معناها موجودة على مستوى الولايات، معناها حدنا قليلا. نقدر نقترح فكرة أجمل، هو أنه ما قبل التمدرس بسنة واحدة فقط، 5 سنوات 6 سنوات بالتقريب، 6 لا أكثر، ونعمل على الإيقاظ العلمي، مجموعة نشاطات تتمثل في الإيقاظ العلمي داخل ورشات في الفترة الصباحية، لأن المؤسسات الشبانية فارغة في الفترة الصباحية صراحة نظرا للتعليم، تعليم التمدرس معناه يأخذ كل الوقت، هذا نستطيع أن نعود بهم بهذا الأطفال لدور الحضانة. لكن أنا ما يمنعش أنه ما عندناش الأنشطة دائمة دور الحضانة عندنا أو ما قبل التمدرس عندنا في المؤسسات الشبانية، لكن عندنا فكرة أفضل، زيارة الأطفال من دار الحضانة لينا، الخواص وتاع الدولة يزوروننا أسبوعيا للقيام ببعض الأنشطة التي تليق بهم في مجال الإيقاظ العلمي. سيد عبد المطلب، بقي معي دقيقتين لو سمحت، في خلال هذه الدقيقتين سنحاول أن نعرف البرنامج المسطر لمديرية مركز تطوير الأنشطة العلمية بعدما عادت هذه الدور إلى النشاط، ماذا تقترحون من برنامج للشباب وما هي رسائلكم القصيرة؟ تفضل. شغف النشاط قد يخلط الأوراق، والوقوف لمدة سنة قد يخلط الأوراق، لكن لا بأس. شوف الورشات كلها من علم الفلك للإعلام الآلي للغات للتصميم الجرافيكي للتصوير للتجارب للجيولوجيا المسلية للروبوتيك للرياضيات المسلية للنماذج المصغرة في الطيران في التربية البيئية، كلها ورشات مفتوحة داخل المركز تستقطب من الأطفال للشباب للكهول للشيوخ، هذا جانب. فيه المهم هذه السنة لأنه فيه اهتمام بالإبداع والابتكار والمؤسسات الناشئة، اهتمام كبير حتى من أعلى سلطة في الدولة، سنعمل جاهدين على جلب المشاريع العلمية للشباب ودعمها بقوة من أجل أن تكون مؤسسات ناشئة مستقبلا. دعمكم حضوركم ربما كوسائل إعلام سيدفع صراحة حتما، سيجعل هذه الخلطة أكثر نجاعة وأكثر أداء، وهذا أمنا. الصحفي له دور مهم جدا في نشر ثقافة العلم. شكرا لك سيد روينة عبد المطلب، وأنت مدير مركز تطوير الأنشطة العلمية لدار شباب ولاد فايت، على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. موفقون إن شاء الله في أعمالكم. عودة مجددا مشاهدينا الكرام إلى البلاطو، وسنواصل الحديث في غرفة الأخبار بعد فاصل قصير حول موضوع جديد وضيف جديد، ابقوا معنا.